آدم بن علي مواطن مغربي كيبغي وكيعشق الكرة، وفي نفس الوقت كيعجبني نسافر بزاف. دونك القصة ديالي مع المصريين ولا الجمهور المصري، أنا سنة 2019 مشيت لمصر جوج المرات. المرة الأولى كنت مشيت سياحة عادية، والمرة الثانية كنت مشيت شاركت في كأس إفريقيا. دونك ملي مشيت لتما شفت طريقة الناس كيفاش كيستقبلونا والتعامل ديالهم. كاين اللي ما كيبغيش يتخلص منك، وكاين اللي كيوريك الطريق، وكاين اللي مثلا انت كيعرضك. دونك من هذا الشيء جاتني الفكره، بان قلت علاش لا الجمهور المصري غيجي للمغرب، دونك علاش انا ما نرجعلوش هذا الدين. وكنت حطيت واحد البوست بان اي واحد مصري غيجي وغيحتاج اي حاجه في طنجه، فانا يعني غيكون عندي شرف بانني نساعده، حيت كما هما عاونوني دونك حتى انا خصني نعاونهم في هذه اللحظه هذه. وماشي غير انا، راه بزاف ديال المغاربه غيكونوا بالضبط نهار الاربعاء حاضرين باش يشجعوا الفريق الاهلي. وفريق الاهلي راه ملي غيلعب هنا في طنجه ما غيحس براسو غريب، غيحس براسو بحال كيلعب في القاهره ولا بحال كيلعب في الاسكندريه. اول حاجه القرب السكن ديالي، اول حاجه انا كنسكن في مدينه اصيله، دونك الاهلي غيلعبوا هنا في طنجه. من طبيعه الحال حنا غنشجعوا الوداد حيت فريق مغربي، ولكن الاهلي علاش غنشجعوه بالضبط؟ حيت كما قلت لك باش ملي غيجيو هنا ما غيحسوش بانهم غراب. فاول حاجه فهم عرب ومسلمين، يعني كيجمعوا لنا بزاف القواسم. من غير ان 2019 هذه السنه اللي قلت لك ديجا مشيت لمصر، فهاد السنه غتبقى مسجله عندي، عندي بزاف ديال الاحداث. نقدر نبقى معك من هنا حتى الصباح نعاود لك، بحال مثلا انا مشيت لواحد المدينه سميتها دهب، ما غيكونوش كيعرفوها المغاربه بزاف، هي قريبه لشرم الشيخ. فاش مشيت لتما واحد الطفله صغيره هدتني واحد وحده كتعمل في اليد، باقا عندي لدابا. وملي بغيت نخلصها ما بغاتش، قالت لك لا الاب ديالها موصيه فين ما يجي شي مغربي تعطيها له مجانا. يعني هذه وحده من الاشياء اللي غيبقاو محفورين عندي. الرساله ديالي للجمهور المصري بان يعني الجماهير المصريه تكون مطمئنه ومرتاحه، بان نهار الاربعاء الملعب غيكون عامر، وغتشوفوا بان الجمهور المغربي كامل غيشجعهم كما هما شجعونا في كاس العالم. فتحنا غنشجعهم نهار الاربعاء، وعندي امال واحساس بانهم غيدوزوا الماتش الاول وحتى الماتش الثاني غيدوزوا. دونك ان شاء الله غيتلاقاو في نصف النهائي مع ريال مدريد ويلعبوا على الحظوظ ديالهم، اللي ما لا يخلقوا المفاجاه.